السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد من فيديوهات زراعة أونلاين. الفيديو بتاعنا هيتكلم على ازاي تختار نبات المانجا، وازاي تعرف اذا كانت المانجا دي مطعومة ولا لأ. بمعنى ان احنا ممكن نشتري شجرة مانجا كبيرة وفيها خشب كويس، لكن ما بتطرحش معانا الا بعد فترة زمنية كبيرة جدا، وده طبعا بيرجع لان هي مش مطعومة او مفيش فرع مطعوم محطوط في شجرة المانجا. فازاي اتعرف على الكلام ده كله واتفاداه حتى لو شجرة المانجا مفيهاش طرح قدامي، اشتريتها في موسم غير موسم الطرح؟ فازاي اعرف الكلام ده؟ فخليكم معانا. طبعا ده شجر المانجا ينفع منه يبقى مقزم، وده هيبقى ليه مجال تاني وليه فيديو تاني ان شاء الله. النهاردة مجالنا وفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على ازاي اعرف النبات المطعوم. رقم واحد، بروح كده على شجرة المانجا، تمام، وابدأ ابص على الجذع من تحت، اشوف اذا كان في قطع وفي طعم موجودة. الطعمة دي بتعرفها ازاي؟ بيبقى فيه زي عبارة عن قطع كده، مش لازم يكون ملفوف عليها كيس، يعني ممكن يكون ملفوف عليها كيس لكن هي مش مطعومة. بيبقى قطع كده بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين، ولاحم تاني، وده الفرع المطعوم اللي هو طالع منه الطرح زي ما حضراتكم شايفين. في حالة ان مفيش موجود عندنا طرح زي ما حضراتكم شايفين كده في اي وقت تاني، فبنبدأ نبص على الطعم زي ما وريتكم كده بالطريقة دي. هدي عود تاني معانا اهو، وادي مكان القطع زي ما احنا شايفين كده، ده مكان القطع، ده مكان القطع اهو، ولاحم تاني. وكذلك العود ده، ادي مكان القطع، تمام. وغالبا بيبقى مكان القطع بيبقى اسفل الشجرة، لان هو بيطعم على اصل سواء اصول سكرية او اي اصل او اصل بلدي، مبيبقاش فيه مشكلة. اهم حاجة ان في فرع مطعوم في شجرة المانجا. وطبعا اختيار الفرع المطعوم ده بيخلي شجرة المانجا تطرح معانا بسرعة، وبيسرع عملية الطرح لشجرة المانجا حتى لو الأطوال بتاعتها صغيرة أو العمر بتاعها صغير. الحاجة التانية اللي لازم نراعيها في اختيار شجرة المانجا اللي هتبقى دايما عندي في المنزل أو في المزرعة بتاعتي، الخشب، إن أنا أختار خشب كويس، يبقى فيه الخشب بتاعي يبقى سارح أو خشب ممدود كده بالطريقة دي، ما يبقاش فيه عوجاج، ويبقى الخشب الى حد ما ماسك نفسه، ما يبقاش خشب لين بحيث ان الهواء ما يأثرش فيه او العوامل البيئية تأثر في الخشب بتاع المانجا. طبعا الرعاية بنبات المانجا زي ما حضراتكم عارفين، المانجا بتتأثر جدا جدا بالعطش، وبتحبذ التربة الرملية، يعني التربة بتبقى مايلة الى الرملية شوية لان هي بتحب التربة جيدة الصرف، ما تعطش المانجا ابدا، ما تخليهاش تعطش. وطبعا موضوع التسميد وموضوع الخدمة الشتوية والصيفية هيبقى لي حلقة تانية ان شاء الله. فتابعونا على قناة زراعة اونلاين. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك عشان تشجعنا نقدم لكم المزيد، واشترك معانا في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.